مشاهدين ومتتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. دائما معنا سمية المثيرة للجدل، سمية عقلتوا عليها مزيان، سمية اللي كانت تعرضت للاغتصاب وهي كانت باقا مراهقة، اغتصاب اللي نتج عنه حمل، اغتصاب من طرف مروج مخدرات كما جعل اللسان ديالها، ومن بعد غنحملوها هي شوية ديال المسؤولية لأنها من بعد غادي تحمل منه عود تاني وغيوليو عندها جوج وليدات. دابا اللي فات فات ماشي مشكل، ولكن المشكل هو انها نهار طالباتو باش ملي دارت العقل وقالت انني خصني نوقف على وريقات وليداتي باش ندير ثبوت النسب، بدا كيتهجم عليها لدرجه تهجم عليها على دارها، دخل عليها الدار ديالها. اش نقولوا؟ ماشي دار، نقولوا حيت هي كتسكن في ديور ديال الصفيح، غادي نقولوا واحد البلاصه اللي مخبي عليها من الشتا. هنا اللي هنا كنشوف كلشي خضر، بريز ديال الضو، الا جات غير القطره ديال الشتا اختي سميه العافيه تقدر تشعل يضرب لكم الضوء. هادشي خطير، زياده على هذا الطوبة اللي قلتي لي البارح داك التنعسه ودازت فوق منك. اش غنقول لك، انت اصلا ما عندكش باب، عندك كونتر بلاكي وخاميه. الحمد لله الحمد لله، ولكن راه خطير هادشي الا ما دخلش عليك هذا اللي عندك انت دابا مع المشكل اب وليداتك. اصلا راه دخل عليك وهرس عليك الماشينه لافي اللي كتكسبي وما خلى ما دار عليك وضربك وتعدى عليك، وما خدتش حقي وما خدتش حقي. حنا وغنوصلوا لديك النقطه، غيدخل عليك شي شمكار اخر ولا شي شفار اخر، اصلا ما عنده ما يشفر، غادي يقدر يدخل غير باش يتعدى عليك. اختي سميه انا غنسولك بعدا اول سؤال، اخر مره صورنا معك من امام المحكمه دستي انت وياه دويتي معانا وكنتي منهاره، غد ليه وقفوا معاك جمعيات حقوقيه، عيطت ليا قلت لي راه جمعيات حقوقيه حقه، عيطوا عليا قالوا لي اجي غنتبناو الملف ديالك. فين وصل هادشي؟ قال لي غادي نتمناو وغادي نعيطوا على المحاميه، عيطت على المحاميه ودارت معايا قالت لي غتمشي غتدوزي معانا مع الصحافه باش تهضري. انا ملي مشيت ديك الساعه ديك النهار، ولكن راك دستي مع الصحافه، حتى حنا راه صحافه راك دستي مع لا على الصحافه ديالهم هما ديال الجمعيه ديالهم هما. انا ملي مشيت ديك النهار كان سميتو الاضراب ديال الطاكسيات وصلت معطله، يعني ما دشت معاهم. بعدا كين دارت واحد يومين دابا عيطت عليا ملي مشيت لعندهم، قالت لي الساره شاري مع المحاميه، جلست مع المحاميه باش نعاود لك نهار غدا عندي، مشيت عند البارح قلت لها راه عندي على اليوم، قلت لها عندي المحكمه كان صعبه غتوقف معايا في المحكمه. قالت لي سيري تدوزي عند الوكيل، وقالت لي يوم ملي يعطيوكم الحكم هذيك الساعه واش غنجي ناخذ انا الحكم. ولاش غادي تاخذ هي الحكم؟ ممكن انت تيري الحكم. حنا بغينا الجمعيه الحقوقيه كيف ما طلبت في الفيديو السابق، هذه الجمعيه الحقوقيه التي كتوقف مع المراه في وضعيه صعبه وتتبنى قضايا المراه التي هي في وضعيه صعبه باش توكل لها محامي، لان هي اليوم ما قدرتش تدافع على نفسها، راه في اخر جلسه دازت وما ملي خرجت قالت لي انا ما فهمت والو، راني ما فهمت والو، دزت عند الوكيل ولكن بوحدي والاخر داز بوحدو وراني ما فهمت والو. فحنا طلبنا ودرنا نداء للجمعيات الحقوقيه وانتم مشكورون لانكم اتصلتوا بها، ولكن بالنسبه لهاد المحاميه اللي كتقول لها وسيري حتى دوزي، راه خاصك انت اليوم اللي وقف معك في هذه الجلسه، اليوم عندها جلسه مع 12 ونص اللي عندك في المحكمه الزجريه بعين السبع باش نشوفوا شنو غادي يقول، شنو هي الكلمه اللي غادي يقول الوكيل او نائب وكيل الملك اليوم. واخا انا كنشوف بان المحامي الخدمه ديالته هي اليوم يوقف معك في الجلسه ماشي يجي ويتيري الحكم،
انت على الحكم غتسمعي او لا؟ غادي نسمعه. انا ما باغاش انا يجي باش يتيري من عندي ياخذ الحكم، انا بغيت يوقف معايا، حيت انا ملي مشيت ديك الساعه ما فهمت، انا من ديس عبد الرئيس ما فهمت والو، كيفاش غادي ندخل انا وجدو 3 ايام وغندخل انا ويا على قبل، حيت كيتعدى عليا وجاج هجم لي على المحل وهرس لي معيناتي وكل شيء، علاش غادي يطلقوا؟ هذا الشيء اللي باغا نفهم انا ما فهمتو. انت حسيتي بالحقره؟ بكيتي؟ غوتي؟ حسيت بالحقره بزاف، ولحد الان حاسه بالحقره، لحد الان حاسه بالحقره، حيت ما لقيت واحد اللي وقف معايا، ما لقيت واحد باقي كيتلقى ليك. لا لا، هادي هاد اللي مني دس معاه في عدل الرئيس ما بقاش كي يضربك. لا ما بقاش كيدور بيا، ما كنكذبش انا، ما بقاش كيدور بيا، ولكن انا كنت باغا مني ديك لاريت فيه، كنت باغا حقي، باغا وراق ولادية وباغا يبقاش يتعدى عليا. وراق ولادك راه بزز منه، لان القانون هذا ياك هو معترف ما تعرف بهم، وديما كيقول لك انا ذكرى ولادي غنصايب لهم، ولكن ما كيصايبش ليه. هذاك راه كاين القانون غادي يدير ثبوت النسب، وغادي الوليدات غيديروا الوريقات ديالهم، ولكن اليوم كاين انتهاك لحقوق المراه، انتهاك لحقوق انسان في داخل الدار ديالو تعرضتي. مني كنت صغيره وهو كيتكرفس عليا، وكبرت وبنتي ولات تبارك الله مرا، وولدي حتى هو راه بدا يكبر وباقي كيتكرفس عليا. انت النهار الاول اصلا بالتكرفيس واغتصبك وبقيتي محبوسه عنده؟ تحملت تحملت عبش خرجت من عنده، عبش خرجت. كنتمنى اختي، كنتمنى انا ناخذ حقي، ماشي ما كنتمناش ناخذ حقي، حيت انا غوت ما خليت ما درت. اختي انا البارح كنا كنصوروا، صورت الموت او عفوا جنازه ديال زكريا الله يرحمه في هذا النهار، والله يصبر ميمتو ويصبر اختو ويصبر عائلته ويصبرنا كاملين، اللي انا ايضا ما قدرتش نصبر. زكريا اللي كان ضحيه ديال الحنف اولا من طرف بعض الاشخاص، وضحيه ديال الحقره والاضطهاد لانه ما تخداش لي حقه، فاشقال عوض من مشي انا ونقتل ونولي مجرم وندخل وندخل الحبس من بعد، اللهم ننتقم من نفسي وندير حد لنفسي. وشنو دار؟ شعل فراسو العافيه. واش خصنا حتى نوصلوا لهاد المرحله عاد باش نقولوا كان علينا، ولا اجي نفتحوا ملف واجي نرجعوا اجي نديروا عفوا تشريح الجثه كما داروا لزكريا البارح الله يرحمه؟ لا شعلت فيا انا العافيه، ومالي انا يما يعني شعل فيا انا العافيه. انت هو شعل فيك العافيه؟ تعرضت تعرضت العافيه وقعد دي حتى حاجه، كلشي تحرك كلشي تحرك، التلفازه كلشي مقعد، تورقي الزنك دير، وانت اصلا ما عندك والو في هذا البيت يا اختي. الخيوط ديال الضو شعلت فيهم العافيه، واقسم لك بالله لا اتحسر، وكنقول كيفاش كتنعسي هنا، كيفاش كتجلسي هنا، كيفاش كتاكلي هنا، كيفاش وليداتك، قولي لي كيفاش عايشه هنا؟ وداك الشيء اللي عطاني الله مع الدنيا وهي راه الحمد لله، ولكن عرفناك انت كنتي مهندسه. انا ما كرهتش نجلس ولادي في بلاصه تكون نقيه، وانت انا باغا نقرا ونخرج شي حاجه في المجتمع، ولكن داك الشيء اللي عطى الله الغالب. انا ما كنلومكش اختي سميه، ولكن تنبغي نبغيك تحملي شويه ديال المسؤوليه، وكاينين الناس اللي يقدروا يعاونوك ويتعاونوا معاك، وانا يعني كنكون طامعه دائما في الحنيه والقلوب الرحيمه ديال المغاربه، وسورتو حنا فهاد الشهر المبارك شهر شعبان، وما بقى والو رمضان، حنا فهاد العواشر كيف كنقولوا نعاونوا بعضياتنا ونزيدوا القدام. انا اتحسر والله كتبقاي فيا. عرفنا القصه ديالك، راه نبغي نذكر المشاهدين بان سميه راه هي كيفاش تتهرست، راه هي كانت ربما كتمارس دعارة او كدير شي حاجه تخيبين، ولكن ملي تعرضت للخطف وهربات من فيلا ونقزات من الشرجم، وهي فاش تهرسات راه قالت ستوب، ما بقيتش باغا ندير هذيك الطريق ديال الحرام. وربما شحال دازت عليها؟ اكثر من عام، عام ونص. لا لا باقا جديده في شهر 9، في شهر 9، شهر 9 وحنا راه شهر 3، واخا يكون داز عليها غير البارح، المهم هو انك انت خديتي قرار. فاللي بحالك حنا خصنا نعاونوه. درتي قناه؟ درت قناة، ولكن باقا ما طلعهاش. سميت القناة ديالك؟ سمية أم راشي. سمية؟ وكنتمنى أن الناس سمية أم رشيد. سمية أم راشي، وكنتمنى من خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج خارج الوطن يتعاونوا معايا ويدخلوا عندي لقناتي، أنا بغا نكبر أولادي، هادشي كامل اللي درته
انايا ام هي اللي غتحس بيا، امراه هي اللي غتحس بيا، هادشي كامل درته على قبل ولادي. هادشي اللي واقع لي انا، امراه هي اللي غتحس بيا، حيت انا اي حاجه درتها على ولادي وما نتماناش. وحنا راه عارفين الام الله يسمح لينا من الوالدين راه كتحفر بسنانها وبضفارها غير باش تجيب لوليداتها ما ياكلوا. انت اليوم راه عندك مراهقين راه مابقاوش باغي الماكله والشراب، باغي اللبس، راه باغين يخرجوا، راه باغين يعيشوا بحال صحابهم ومن حقهم. انا اختي سميه ماشي تلومك، ولا انما تعترفي بانك خصك تحملي شويه ديال المسؤوليه. انا متحمله مزيان هاد الدموع، هاد الدموع ديال المسؤوليه متحملاه وانا صغيره. مني اختصبت ولات عندي الدريه وانا متحمله المسؤوليه ديال الدريه بنتي، وعاوز لصق فيا تاني الدري، لصقهم فيا، يعني انا اللي كنت انا امهم انا باهم. انتي سميه ما بقيتيش باغا طريق ديال الحرام، بغيتي الناس يتعاونوا معاك يوقفوا معاك ولو في القناه ديالك. وان شاء الله دابا انت هي مهرسه غتولي شويه لاباس، ديك الساعه تقدري تخدمي على راسك واخا تخربقي عارف شي حاجه. هاد الشيء قهيوه، ندير ربيعه وشريه ونجلس. زوينه هاد الفكره، ندير ربيعه وشريه، شي يجي شي محسن او محسنه يتعاون معاك في هذاك شنو نقولوا راس المال. ديري اللي درتي واخا تقاشر ما تجلسيش بلاش. انا بغا ندير بيع وشريه وندير غير بيجامات ولا هذا، ندير غير النحدانه والناس كاملين يشوفوني يشريو من عندي حيت كيعرفوا. الحمد لله الحمد لله. الرساله ديالك اختي سمر. انا الرساله ديالي بغيت شي محامي ولا شي حاجه يتعاون معايا ويوقف معايا على قبل هاد السيد حيت كيتعدى عليا وكيتكرفس عليا. وبغيت الناس اللي في المغرب وداخل الوطن وخارج الوطن يدخلوا عندي القناه ديالي وتعاونوا معايا باش سميه ام رشيد، سميه ام رشيد، باش انا نوكل وليداتي ونلقى باش نعيشهم. هادشي اللي باغ، هادشي اللي كنتمنى. وتانا هادشي اللي كنتمنى اختي سميه. الله يدير لك التوفيق ديال الخير، الله ييسر لك امرك، والله يسخر لك وليدات الناس ان شاء الله اللي غيحنوا فيك. وما بغيتش عاوتاني كيعيطوا عليا شي وحدين كي يعني كيضحكوا ماشي ما كيحسوش بيا. ديك لا غير قولها ما تحشميش التحرش. المعاناه اللي فيها انايا ماشي زعما كاين غيبغيو يعاونوني، هما كيزيدوا يبغوا يخرجوني لك الطريق اللي خايبه، وانا ديك الطريق ما باغيهاش اختي. انا دائما تنقولها وكنعاود نقولها يا عباد الله، وهاد السيده لو كان بغات هذاك الشيء راه كانت كديرو وكون بغاتو راه غتمشي ليه، ما غتسناناش حنايا تعيط علينا باش نصوروا معاها باش طلب ناس اللي في قلوبهم الرحمه باش يوقفوا معاها. راسي انا اصلا شوف راسي في الكاميرا ونقول انا راه كنت كنديرو الفعل، يعني كون كنت باغا نمشي نبقى في هذاك الطريق راه ما غاديش نجي ونقول انا الناس كامل. خير الخطاؤون التوابون. بصح نيت اختي. الحمد لله. الحمد لله والشكر. الله يسامح والله يغفر على هذاك الشيء اللي داز. خوتي المغاربه وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو، كنظن بان الرساله ديال الاخت سميه واضحه. كنتمنوا اليوم في هذه الجلسه تاخذ الحق ديالها، واللي عنده شي حاجه ياخذها. كانت هي كتستحق انها تاخذ شي جزاء، دارت شي خطا تحمل مسؤوليتها. الاخر اللي تعدى عليها حتى هو ودخل عليها كما جعل اللسان ديالها وعندها في المحاضر الضابطه القضائيه ياخذ الجزاء ديالو وما يطولش هذا الملف لانه ماشي شي حاجه. وان شاء الله يكون ثبوت النسب على قبل الوليدات والوريقات ديال وليداتها، وانتم من جهتكم تعاونوا معها تفعل القناه ديالها ولا شي محسن ربما يبغي يعاونها باش كيف ما قالت دير بيعه وشريه وغير بلاصتها هنا، لان هي دارها رجليها باقا مهرسه ودايره كانت دارت الحديد وباقا مهرسه، باقا دارها رجليها ما تقدرش تحرك بزاف. شكرا لكم، كانت معكم ماريا فساحي، خلف الكاميرا اشرف عوينه، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.